لك يا ابن كاشي ما قلت لك املي هالمسكيتات خلينا نضف لك ناحل محل مثل العالم. ايه ايه شو عليه شو عليه جاي جاي ليك دي جاي ها جاي. مرحبا من محجوب. الله يسعده. أهلين ابن حلي. والله هيك في شغله بدي اقول لك اياها بس ما عارف هون كيف بدي اقول لك اياها هالشغله. هات لشو؟ اسمع مني وكيف ما غير بين الحاره. شو بتقصد ولا؟ لك يا محجوب ما تعصب مو انا اللي بقصد. هذا شكري قوي قوي كثير وايده طرشه يعني اذا اضحك ضرب رحت من كيسك والله لابكي عليك وانك واحد من عيلتي. يبقى يجرب. ايده ما تعطي بعدين انت شغلات مالك فيها لا تدخل فيها ومن خليتي احسن ما عملك ابو زلقطه ولا قوم ابو زلقطه صح عن جد خير عن تعمل شر عن تتكا رب ما اغلظك العمى هي شو مو صفيان سيري لاهل الحاره غير سيرتي امشي معنا محجوب خير ان شاء الله لويه امشي معنا هونيك بتعرف لك طويل بالك لحتى لك بس لحتى مطرحها يا للمظلوم وعند ربه غريب دبوسك يا ولد دبوسك يا ولد ابن الصبرنج يا ولد دبوسك يا ولد دبوسك يا ولد ابو عزام ابو عزام خير شو في؟ قدريت انه محجوب وابو معروف اخذوهم جماعه الكراكون معقول؟ ابو ناتوف شاف محجوب بعينه هن شاحطينه وابو معروف كان ماشي بالسوق مع ابو منشار روح على شغلك روح انا بشوف شو بتساوي السلام عليكم وانت الا بالله يا عصيم بس يا ابو عزام هذا هربان وراح يتم البحث عنه بعدين نحن علينا مسؤوليه بس بسلامة فهمك الحكومه ما راح تدور عليه بعد اللي انقصفت القلعه ابو منشار يريد يقضب محجوب ويحبسه واني ما اقدر اسيطر عليهم بس انا بشوف شيء ثاني بس هيك انت قاعد تحرجنا يا ابو عزام واني ما اقدر ارد خايب ما اقدر معناتها اتركه بحال سبيله زين زين اللي تشوفه يا طويل العمر اسيب محجوب واخلى بمعروف يمي بعدين ابو مشار مشان ابو معروف ليه جبته لعنده قصه قديمه يا ابو عزام صارت معه بحاره من حواري الشام اي بس ابو معروف ساكن بحارتنا وبعمرنا ما شفنا منه الا كل منيح ما بتعرف شي عنه يا ابو عزام والله ما افتح لك الدفاتر تبعه ليش يمشي على راسك اي سيدي وما بدي اعرف عنه شي بتطالعه هو الثاني تم بعون الله يا طويل العمر السلام عليكم ايماتي قهويت مره ثانيه الله وياك الله وياك هل سلمه شغلتو عجايب الزمان ما بي نوبة جيلهين إلا مطانة مصيريات وين يا حصيني يا بواق الدجاج وين بسم الله واحد نايم
يلا تحركوا لا شو لوين على القلعه؟ شو رأيك؟ لك والله خلونا هون مرتاحين أكتر. يلا تحرك تحرك على بيتكم انصرف. ايوه لا إذا هيك يلا كتر خيرك. إذا هيك هالمرة رحت بمعيت للزعيم. ايه الله يكتر خيرك وخيره. يلا تحرك. لك ايه شو صار بشقاي؟ تكي وتكون عندها معلمي. وهي احلى كاسه شاي لاحلى معلم. الله حيو ابو سطيف. الله حيو عيدو. حيو ابو سطيف. خطر لي خاطر لك معجوب، قلت بدي خبرك اياه واخذ رايك فيه. شايف لك كاره زباله مبهبط عليك زياده. انا بشور عليك اتنظف زبالتك ووسخك احسن ما تنظف زباله الحاره. ولا لا؟ اسمعوا لا شكري، حميل ضربت رياك روح من ناحي. اخر مره نقضيت بتعليمي، اليوم بطلع قدالك على الخالص. قبل ما تقتلني كمان بشور عليك تروح تلاقي اختك الهربانة. عيب طلعت ريحتكم. امشي معي انا عاوزك. امشي وينك محجوب؟ وحياة اللي خلقك والسما زرقاء ما حدا قدالك غيري. خلصنا شكري امشي محجوب. كل واحد محله ساوي شهر الكل عيدو. يلا امرك علي عود هونك ابا شاري ابو شكر. استغفر الله العظيم. محجوب امشي معي لعند ابو نبيل وهنيك احكي له كل شيء بدك اياه. ما يراعي لعند حدا. لا بدك تروح بعدين الزلمه بده اياك. شو بده مني؟ اخي ما بعرف. امشي نروح انا وياك وهنيك بنفهم منه شو بده. شري يلا محجوب. شريف شريف ابو نبيل بيك في مجال ما تطلع فيه هيك معيتك؟ شلون ما اطلع فيك هيك؟ شلون ما اطلع فيك هيك وانت قاتل اخوه لشكري؟ اه؟ لانه بيستاهل. شو عمل لك لحتى عملت هيك؟ عملت اللي عملته. وبدي اقول لك شغله يا نبيل بيك، كل من بشد على ايده لشكري ما بيعود رفيقي بنوب. ولك افهم افهم بقى يا محجوب. شكري هلا شو ما بيعمل ما معه حق. لا سيدي ما معه حق. ما معه حق بنوب. لك بس فهمني ليش قتلته؟ أنا بدي امشي يا بيك. محجوب شو بدك؟ عود أنا لسا ما خلصت كلامي. ما عندي شيء لك إياه. طيب لحلك تروح. بس كل اللي بدي إياه منك كلام إني أفهم شو عم يصير. لا أقدر ساعدك، لا أقدر أحميك. فيك الخير يا بيك فيك الخير. خذ لي طبيب معيتك. يلا. تفضل. السلام عليكم. محجوب
محجوب في وراها قصة كبيرة من وراء العملة اللي عاملها. مظبوط، في قصة كبيرة ولازم أعرفها. شو بدنا نعمل؟ لا تعمل شيء هلا، روح على بيتك وبكرة بنحكي. صباح الخير. أنت من وين؟ أنا محجوب عمي أبو عزام. خيرك محجوب؟ شو جابك بهالوقت؟ أمي أيام صعب، حياة ماسية، بدها حكيم، وأنا ما فيني أخذها على المشفى، أنت بتعرف وضعي. روح روح اللي جنب منها، رح خبره الحكيم يجي لعندهم منك. كي حاضر. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. شو وضع حكيم؟ الحجة وضع ما بيطمن، من بكره الصبح بتنزلها المستشفى. ليش خير؟ شو صاير معها؟ الأمر له حقه، وجسمه ما عاد يتحمل مثل الأول، صايب تحمى شديدة. والله أنا خايف عليها خير الله. أنا أعطيتها إبرة رح ترتاح عليها، إن شاء الله معافاية. كلمتنا عهد علينا، بيقولوها من عيده، يلي بده يعادينا عم يحفر قبر بإيده. نخوتنا وشهامتنا جوهر أصالتنا، عزتنا وكرامتنا كرامة حالتنا. بالحق بيوت بتعلى يلدق لعزتنا.